دلوقتي على الحدود داخلين سوريا، وحشتنا سوريا، بنحب سوريا وسعداء الوفد المصري اللي موجود دلوقتي. طبعا مجموعة كبيرة من الفنانين النهاردة جايين علشان نحتفل بعيد الفن وعيد الفنانين مع أهل سوريا الغاليين ونقابة الفنانين في سوريا. معانا رئيس اتحاد النقابات وهو رئيس الوفد المخرج عمر عبد العزيز، ومعانا طبعا النجم الكبير فاروق الفيشاوي، النجمه الجميله الهام شاهين، ومعانا الاستاذ مسعد فوده ومدير التصوير سمير فرج. وكلنا بنعشق سوريا، كنا دايما بنكون موجودين في مهرجان السينما. حبينا نسجل لحظه وصولنا، بقول لكم حمد لله على السلامه، نورتوا سوريا وسعداء. طبعا انت رئيس الوفد. انا بعشق سوريا، وانا حاسس اني في التملي، بقول انا في الاقليم الشمالي للجمهوريه العربيه المتحده. يعني برضو ادينا فكره، انت بما انك رئيس الوفد احنا رايحين على فين وهنعمل ايه وايه الموضوع كله؟ احنا رايحين احتفالات عيد الفنانين في تكريم للفنانين المصريين، واحنا على اتصال دائم بالنقابه هنا في سوريا، وان شاء الله الامور ترجع زي الاول واكتر، ونتمنى عن قريب نيجي نصور افلام هنا ومسلسلات زي ما عملنا كتير قبل كده ان شاء الله. واحنا طبعا الهام وفاروق هنصور معاهم اول ما نوصل للاوتيل، ولكن حبينا ان احنا نسجل لحظه وصولنا على الحدود السوريه. ويعني اهل سوريا بنحبكم بنعزكم، وان شاء الله نقضي وقت حلو في سوريا. تحيا سوريا وتحيا مصر. احنا طبعا بنشكركم، بنشكر اهل سوريا الغاليين علينا، وسعداء ان احنا بنشارككم عيدكم وعيد الفن. ويعني طبعا كل فنانين سوريا في قلبنا، وهم معانا في مصر على طول ودايما على الدراما المصريه بيسعدونا، واحنا سعداء ان احنا هنكون معاهم النهارده ونشارككم. بدي اقول لك معلومه ست بوسي، يمكن كثير من اخوتنا العرب ما بيعرفوها. سنه 3500 قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كان هناك مصاهرة ما بين رمسيس الثاني ملك مصر وملك أوغاريت على الشاطئ السوري. ما بيعرفوا أنه في زيجات وفي مصاهرات ما بين سوريا ومصر قبل ميلاد السيد المسيح ب 3500 سنة. ومثل ما تفضل الأستاذ سمير فرج فناننا وأستاذنا الكبير مدير التصوير، وقت اللي عم بيقول إسرائيل والإمبريالية والصهيونية العالمية والفكر التلمودي كان غايته أولا تدمير الجيش الأول، ومن ثم تدمير الجيش الثاني والثالث. الجيش الأول هو الجيش السوري، هو الإقليم الشمالي اللي تفضل وحكى عنه الأستاذ فاروق الفيشاوي، والجيش الثاني والثالث يلي هو موجود بمصر، بنقول لهم خسئتم وخسئ مشغلينكم. سوريا أرض الأمجاد والحضارات والثقافات، ومصر أرض الكنانة، هي كما يقال يعني مهد الحضارات والثقافات والديانات أيضا. وقت اللي بنقول الكتابة الهيروغليفية، نفس الوقت بنقول في سوريا الكتابة المسمارية. وقت اللي بنقول بمصر الحضارة الفرعونية، بنقول أيضا في سوريا الحضارة الفينيقية. برجع بذكر كمان سنة 2000 قبل الميلاد، في سيدة كان اسمها جوليا دمنا. جوليا دمنا بالعالم القديم كانت أمريكا القديمة اللي هي روما، كانت سيدة العالم. احتل البرابرة، ليس البرابرة أهلنا في شمال إفريقيا، وإنما البرابرة الشعوب الغير سامية التي كانت تقطن أوروبا. احتلت روما عاصمة هذه الإمبراطورية الكبيرة اللي هي أمريكا القديمة. مين حرر روما؟ حرر روما سيدة سورية تدعى جوليا دمنا، وتربعت على عرش روما لحوالي 20-30 سنة، وحكم روما أكثر من 7 أباطرة سوريين. إن دل على شيء هذا الموضوع، بدل على أن سوريا ما قدمت إلا الثقافة والحضارة والتاريخ. ولا تؤمن إلا بقوة الثقافة. إذا كان البعض مفكر حاله يؤمن بثقافة القوة، بنقول له غلطان. ومنذكرهم كمان أنه جدنا أحمد أبو خليل القباني يلي هو رائد المسرح العربي، واللي السلطان العثماني لاحقه بدمشق وحرق له مسرحه، قام هرب على مصر وارتاح بمصر وحاول يغزو الولايات المتحدة الأمريكية، أم راح غزاها تحديدا بولاية شيكاغو، وقدم عرض مسرحي آنذاك وعلم المسرحيين الأمريكان شو معنات المسرح السوري والمسرح العربي عموما. وهو راجع بالباخرة تذكر حن للشام وحن لدمر وحن للهامي، وهلأ راح نمر بهذا الطريق راح تشوفوا كله شجر والربو إلى آخره، فقعد يدندن على عوده ويغني يا طيرة طيري يا حمامة ونزل بدمر والهامة. فوسي شلبي في جولة مهمة جدا مع قناة المحور من سوق الحميدية مع الشعب السوري، عودة الروح، عودة الحياة، العودة الجميلة لسوريا. احنا معاهم النهاردة، هنعيش معاهم،
شوفوا الشوارع، شوفوا الأماكن، شوفوا الناس رايحة وجاية، مفيش دمار، مفيش الكلام اللي بيتقال في الإعلام، الناس بتشتغل، الناس بتحب بلدها، الناس عايشة، الناس عايزة تعيش، الناس الشعب السوري لا يقهر، الشعب السوري محب للحياة، محب للعمل، بيحب بلده، مخلص لبلده، هو ده الشعب السوري اللي احنا جايين عشانه النهاردة، جايين عشان نقول لهم في عيد الفن كل سنة وانتوا طيبين، جايين علشان نوري الشعب السوري لكل العالم من خلال قنوات المحور. عيشوا معايا تغطية مهمة جدا وحصريا على قناة المحور من سوق الحميدية. في أمام قلعة دمشق، والهام بتحب الأماكن الأثرية القديمة، وعشان كده أنا جبتها هنا عند القلعة علشان تعيش مع الآثار وتعيش مع الحاجات اللي بتحبها. ما أنا لما أجي سوريا وهي بلد العراقة والأصالة لازم أجي الأماكن الأثرية، عشان ده بيفكرنا قد إيه البلد دي عريقة وليها تاريخ، بلد حقيقية. فأنا بحب سوريا عشان كده، لأنها بلد حقيقية ليها تاريخ طويل، طعم الأصالة موجود، طعم الفن، لأنه طبعا في المعمار القديم عموما في فن ما نعرفش نعمله دلوقتي، يعني ما يتكررش الأشياء الأثرية دي. فإحنا في منطقة جميلة طبعا قلعة دمشق، وفي قدام المسجد الأموي، يعني إحنا في دمشق القديمة. إحنا دلوقتي في الأماكن الحلوة وعايزين ندخل، ممكن ندخل جوه، ندخل نصور جوه القلعة. قبل كده يا إلهام ولا أول مرة؟ جيت القلعة بس من بره، المرة دي أول مرة هدخل جوه، فأنا مبسوطة إن أنا أدخل أشوفها. يعني أنا هاخدك خمسة سياحة في سوريا النهاردة. أنا أشكرك. عايزين نشكره إن هو قال لنا. بتحبي تدخلي على المكان الأثري أم بتحبي تدخلي على الحدائق أو شي جنينة؟ مكان أثري. لو نشوف ده الأثري، نبدأ بالأثري، نشوف الأثري. إيه يا طلال حافظ القلعة أنت بقى؟ أنا هي قلعة الشام أول مرة فوتها، بس إن شاء الله خلينا بس نوعد الناس وموجود مدام إلهام وحضرتك إنه نحن إن شاء الله الزيارة الجاية رح تكون لقلعة حلب الشهباء، وبالقريب تماما العاجل رح تكون بتتشرفونا بحلب، حلب الصمود، حلب الشهباء، ونشوف قلعتها ونقعد على قلعتها من فوق ونتفرج على حلب وهي منتصرة وهي عادة الروح والحياة لمدينتنا حلب الشهباء. أكيد أنت وزير السياحة وعدنا وأنت وعدتنا أن أنتوا هتعملوا رحلات مرتين في الأسبوع ما بين مصر وحلب. تماما. هلأ نحن خلينا بس عبركم وعبر مدام إلهام أنت رح تكوني معنا، أنه رح تكون رحلة قريبة إن شاء الله بعد العيد اسمها رحلة حب من القاهرة إلى حلب الشهباء. رح تكون رحلة مباشرة من مصر الحبيبة إلى مطار حلب مباشرة، ورح تكونوا أنتوا طبعا الموجودين معنا أول شيء. أكيد، وعندي أصحابي السوريين اللي موجودين في باريس، وأصحابي السوريين اللي موجودين في ألمانيا، وأصحابي السوريين اللي موجودين في لبنان، وأصحابي السوريين اللي موجودين في مصر. عزماكوا كلكوا على حلب، وخصوصا صديقتي سهير الحلبية اللي عايشة في باريس. انا اول رحله هتطلع على حلب هتكوني انت يا سهير معايا. الهام لازم تحكي لحلب، رح تكوني ان شاء الله قريبا في حلب. ان شاء الله اكون قريبا معاكم في حلب. اهل سوريا كلهم اهلنا وحبايبنا، ولازم نكون جنبهم في وقت الفرح والسعاده، هنكون معاهم، وفي وقت التعب احنا هنكون جنبهم، ولازم ايدينا في ايدين بعض، لان مصر وسوريا بلد واحده. وشغلة أكتر إنه قدام هالحضارة اللي نحن عم نشوفها، رح نقول إنه مصر وسوريا هن رح نشبهوا للعملة النادرة، وإن كان للعملة وجهين فهي أحد وجوه العملة هي سوريا، والوجه الآخر هو مصر، لأنه العروبة ما في غير اسم واحد بس، هي مصر وسوريا. هنرجع برضو الكاميرا هتاخد جولة ونشوف القلعة من كل حتة فيها، وعايزة أرجع لإلهام وأقولها إلهام كنت متوقعة بعد اللي بنسمعه في التلفزيون أنت تيجي تشوفي سوريا الجميلة بجمالها ودفئها؟ جيتي للحق، أنا كنت قلقانة، وكل اللي حواليا فعلا كانوا قلقانين، وكانوا متصورين إن الحكاية أكبر من كده بكتير، إن أنا هاجي ألاقي كل الأماكن مهدمة وإن الحروب موجودة في الشوارع، في إعلام مضلل الحقيقة خاطئ جدا، موصل صورة مغيرة تماما للحقيقة.
الحقيقة ان انا شايفة الشعب السوري موجود في الشارع عادي، الحياة مستمرة، الناس بتشتغل، المحلات فاتحة، الرستورانات، الفنادق، كل شيء شغال، كله زحمة طبيعي وبشكل طبيعي جدا. نزلنا ورحنا واكلنا وعملنا شوبينج والتقينا مع الناس، وحياة طبيعية جدا جدا جدا. ممكن حد يجي ويقضي وقت ويبقى فيه سياحة بشكل طبيعي. وانا بتصور ان كل الاحداث اللي دايرة دي ان شاء الله هي احداث مؤقتة جدا، وقريبا كل شيء هيتصلح، لانه في النهاية لا يصح الا الصحيح. وواثقة ان الشعب السوري يعني وعى الدرس وفهمه. يمكن لو في ناس في البداية ما كانتش فاهمة كفاية، او كان معمول لها غسيل مخ بافكار تخليهم يبقوا ضد بلدهم، او مش بتكلم عن الشعب عموما لكن جزء من اللي هم المعارضة، بتصور ان هم دلوقتي فهموا ان المسألة اكبر منهم، وان هم فعلا ضللوا، وان الدين ده ما خصه بالسياسة ومش لازم ندخله بالسياسة. والناس اللي ضللتهم بتتاجر بالدين، لان ما فيش اي دين سماوي خلقه ربنا ممكن يسمح لانسان انه يقتل او يدمر، انه يدمر بلده او يقتل اخواته، دول اهله، دول اهل بلده. ما اعتقدش ان هم سعداء بالنتيجة اللي وصلوا لها. كل هذا التدمير مين اللي هيدفع هذه الفاتورة؟ ما هم الشعب نفسه اللي هيدفعها. يعني عرفوا حجم المؤامرة الكبيرة عليهم، هي مؤامرة لإضعاف كل الجيوش العربية القوية، فلازم نفهم ده، والإضعاف اقتصادنا. ما هو دلوقتي لما يخربوا في هذه البلاد ومطلوب إعمارها مرة تانية، ما كل ده من اقتصاد البلد، من فلوس الشعب ده. فالشعب اتمص دمه اقتصاديا وحاولوا يخربوا الأمان جواه عن طريق إضعاف الجيوش. لكن واضح إن إحنا جيوشنا يا جماعة، الجيوش العربية قوية وصلبة. الجيش السوري ولا المصري ولا العراقي ولا الليبي ولا التونسي، يعني كلهم قبلوا بلاء حسنا جدا، وقفوا جنب شعوبهم وحموهم، وإن شاء الله يخرجوهم من كل الأزمات. بعض الصحفيين كتبوا إن الوفد المصري طالع بغرض سياسي، ولكن انتوا كفنانين جايين، الفنانين المصريين تساند الفنانين السوريين في عيدهم، فعايزاكي تكلميني عن التكريم بتاعك النهارده في عيد الفن، ووقفتك مع الفنانين السوريين في عيدهم. انا عايزه اقول للناس كلها اللي دايما بيسالوني، انا لا ليا في السياسه ولا بحب السياسه. السياسه كلها الحقيقه توائمات كده وتوازنات انا لا امتلكها ولا افهم فيها، لكن انا اللي بيحركني المشاعر، بيحركني انسانيتي، ان انا الشعب السوري ده شعب يعني عندي اصدقاء كتير فيهم، بعتبرهم اهلي ليا، عشت معاهم اجمل اوقاتي، عندي معاهم اجمل ذكرياتي. في كل مكان في دمشق انا عندي ذكريات جميله، فانا جايه بكل الحب اولا اقول دعوه سلام مننا كلنا، مني ومنهم، ان احنا بنقول للعالم سيبونا نعيش في سلام. وبقول للشعب السوري انا جاي اقول له ان انا بحبك من كل قلبي، ان انا بأساندك. الفنانين السوريين هم اخواتنا وحبايبنا، واحنا دايما جنبهم ومعاهم، وهم معانا وبيمثلوا معانا في اعمالنا، وان شاء الله احنا نيجي هنا ونصور اعمال في سوريا. يعني انا اتمنى ان احنا نعمل ده، وقريب جدا نيجي نصور عمل في سوريا ونوري العالم ان احنا بنتحرك وبنصور، وبنصور في الاماكن الجميله، سوريا المليئه بالاثار، سوريا اللي فيها 63 قلعه. احنا هنا القلعه دي يعني اللي مر فيها صلاح الدين الايوبي، وفيها جمال وفيها طبيعه، بلد حقيقيه بجد، بلد فيها روح جميله، بلد كمان بتقدر الفن الاصيل. فاحنا والفنانين السوريين واحد، وايدينا في ايدين بعض، ان شاء الله نعمل اعمال فنيه جميله، وان شاء الله احنا كشعوب عمرنا ما ننفصل، وتفضل العاطفه الكبيره اللي بينا موجودة، يفضلوا دايما اخواتنا واصدقائنا وحبايبنا. هو ده المعنى الانساني اللي انا جاي اوصله، وجاي اقول بقى للعرب فوقوا بقى، يعني ايه افيقوا يا عرب من غفلتكم، واعرفوا ان مفيش حاجة اسمها ربيع عربي، ده كارثة عربية، ده السخيف العربي، الجحيم العربي، يعني سموه اي حاجة تانية. هو ممكن يبقى ربيع لجهات اخرى لكن مش عربي، ليس له صلة بالعرب تماما، لان احنا كعرب كلنا
ايد واحده، واللي يوجع اي بلد عربي يوجعنا كلنا. فوجع سوريا هو وجع لمصر ووجع للامه العربيه كلها. يعني طبعا هناخد جولة في القلعة وهنكمل كلامنا في مكان تاني، عشان عايزة أوري للجمهور كل الأماكن الحلوة في دمشق ويشوفوها وهي فيها زي ما هي، ما فيش حاجة فيها اتغيرت. فإيه رأيك يا إلهام ننطلق لمكان تاني؟ يلا بينا. يلا بينا. اسمك إيه؟ علي. يا علي بتبيع ورد؟ مبسوط في سوريا يا علي؟ تدرس ولا ما بتدرس؟ بدرس. بدرس. بتدرس؟ برافو عليك. سنه كام؟ انا سنه سابع. خلصت دراسه ولا خلص وبيع؟ خلص وبيع. برافو عليك يا علي، شاطر. شكرا يا علي. ده الشباب السوري جدعان، ربنا يحميك. الله يزيد حبيبي يا علي، زي القمر يا علي، ربنا يكرمك يا علي. جميله زيك. كله بيشتغل، الشعب السوري بيشتغلوا بيشتغلوا بينجزوا، الصغير والكبير بيدرس ويجي يبيع ورد، مش عيب. الشغل الشغل حاجة حلوة. يعني طبعا الهام، أكتر حاجة أثرت فيكي في سوريا لما جيتي؟ الشعب قد إيه جميل وقد إيه حابين بلدهم. وبعدين لفت نظري الحقيقة إن في أماكن كتير جدا وعلى محلات كتيرة صور للرئيس، يعني مش زي ما الناس، في بعض الناس فاهمين انه الشعب والشعب متمرد على النظام. الكلام ده مش حقيقي، قلة قليلة بيتجروا بالدين، واحنا عارفين مين هم واتجاهاتهم ايه. فالشعب السوري بيحب رئيسه وملتف حواليه. انا قابلت سيدة ولادها الاربعة استشهدوا في الجيش، وقالت ان لو لسه عندها اولاد تانيين ما عندهاش مانع برضو ان هم فدا سوريا يستشهدوا وعشان الجيش يحمي البلد. فقد كده المشاعر، شعب قوي حقيقي وشعب بيحب بلده، وعشان كده البلد دي هترجع بحب الشعب، هترجع وهترجع اقوى مما كانت ان شاء الله. وبتمنى كل اللي خرجوا بره البلد انهم يرجعوا والبلد تتعمر تاني، وكلنا ايدينا بقى في ايدين بعض نصلح اوضاعنا في المنطقة العربية كلها ان شاء الله. ده بقى سوق الحميدية اللي احنا داخلين عليه، هنفوت على سوق الحميدية ومش هننسى ابدا واحنا داخلين على سوق الحميدية حبيبتي وحبيبتك الصبوحة اللي غنت لسوق الحميدية اشهر اغانيها هنا. ويعني بنقول لها يا صبوحة وحشتينا، واكيد هننزل جزء من الاغنية نستعيد الذكريات. دي حبيبتنا الصبوحة، وانا قلت سوريا دي بلد الفن، يعني كل الفن الاصيل، الشعر الجميل. كفاية انها بلد نزار قباني حبيب قلبي. طبعا فايزة احمد دي كانت يعني هي سورية لكن مصرية في نفس الوقت. وسعاد حسني عندها جذور، عندها جذور سورية. واسمهان ونجيب الرحماني طبعا، اسماء كتير جميلة. واحنا اصل احنا مش بنفرق، ما بنقولش ده سوري وده مصري، هي ما فيش فرق. هما طول عمرهم يعني دلوقتي بقولك ايه، ليه ما تعملوش اعمال مشتركة؟ طول عمر الاعمال المشتركة كانت موجودة من غير ما نعلن نقول دي مشتركة بين مصر وسوريا، كان المصريين والسوريين في أعمال واحدة مع بعض. والغناء السوري والأشعار السورية كانت مالية أغانينا، يعني دي الأغاني بتاعتنا. فما فيش فرق، ما فيش حاجة اسمها فن سوري وفن مصري. السبوحة احنا مش عارفة، احنا بنعتبرها كمان بتاعتنا بتاعتنا احنا، يعني مصرية سورية لبنانية. احنا أصل الفن ملوش بلد، ملوش هوية. الفن ده اللغة الإنسانية اللي توصل للعالم كله، ملوش بلد فعلا. بتاع العرقسوس تمر هندي. تمر هندي؟ ايوه. العرقسوس في رمضان ولا ايه؟ برمضان في كل وقت. المهم بس المهم بس يكون اهل سوريا بيحبوا التمر الهندي اكتر من السوس. والله بيشربوه في رمضان ولا طول بس انا من جديد السوس غالب على التمر الهندي. ايوه. والشغل ماشي كويس الحمد لله. بالصيف الحر يطلع. اهل سوريا عايزاكم تقولوا معايا تحيا سوريا. تحيا سوريا. تحيا سوريا. تحيا سوريا. تحيا سوريا. تحيا سوريا. اقوى. تحيا سوريا. تحيا سوريا. هو ده الشعب السوري. تحيا سوريا وهتحيا سوريا. من سوق الحميدية معكم بوسي شلبي،
وحصريا على قناة المحور وتمر هندي. أهلا. لازم تيجي تعملي مسلسل هنا وتصوري هنا في سوق الحميدية دوت، وتعملي حاجة حلوة من خلال الدراما، لأن الدراما هي بتوصل أسرع. يعني انت شفتي برغم الحرب وبرغم كل الظروف اللي كانت عندهم هنا في سوريا ما وقفوش دراما. بصي الشيشة بيعملوها بالكريستال، بيعملوا الحاجة بصي يعني حتى حاجتهم مختلفة، تلاقيهم عاملين الشيش بالاستراسات وبيقعدوا يفنوا، يعني بيعملوا كل حاجة فيها فن وذوق. الحقيقة عندهم فعلا فن وذوق وأشياء جميلة كتير، بلد زواقة فعلا. من سوق الحميدية هننطلق يا إلهام على دار الأوبرا عشان خلاص الريد كاربت معادها، بس حبينا نختم في وسط الناس، في وسط جمهورك اللي بيحبك، وانت ليكي جمهور كبير. أنا كمان بحبهم وهم عارفين قد إيه أنا بحبهم، عشان كده أنا موجودة بينهم النهاردة ونازلة في السوق وحابة إن أنا أبقى موجودة في وسط الناس. نقول لهم إحنا معاكم بقلبنا معاكم وبروحنا معاكم، وعارفين إن شاء الله غمة وهتنزاح، وإن شاء الله يا رب سوريا هترجع أحسن مما كانت بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكرك على وجودك لميتي علينا ناس، بشكرك يا طلال. نورتونا ونورتوا سوريا، وإن شاء الله قريبا بحلب، وخلونا كلياتنا نقول بصوت عالي تحيا سوريا. تحيا سوريا. تحيا سوريا. دلوقتي في مطعم ابو وحيد درويش وعم احمد ربنا يديله الصحه ويخليه. الخباز الصاج. نعم. بقالك كم سنه يا عم احمد بتقول؟ والله بقالي 50 سنه. 50 سنه بس خبز صاج. اي نعم اي نعم. ودي المهنه دي واخدها حد من العيال. هي لا كان هي من التراث، تراث من الاهل. التراث الدمشقي. في يعني الناس بتيجي هنا بتحب الاكل الخبز بتاع عم احمد، الخبز الصاج تبع ابو احمد، وعندنا خبز منفوخ العادي والمشاوي، باذنجان المقلي، البطاطا المقليه. يعني عايز اعرف الاقبال بقى دلوقتي، الناس الزحمه في المكان، هل في 100% على 100 زي ما انت شايفه؟ ما في طاوله فاضيه الحمد لله. يعني الدنيا ماشيه. المحل هذا احسن من كل المحلات، وزبون مخصوص بيجي لهون. الناس بتحبك يا عم احمد، تيجي تتصور معاك؟ والله ايه والله والله في كتير ناس بتجي لهون وبتأنسني وبتسلم علي. في الأزمة السورية ما سبتش ومشيت يا عم أحمد؟ لا لا الحمد لله. ليه؟ في ناس كتير سابوا سوريا. خلاص نحن قاعدين هون ما توقفتش في الفترة ما اللي ما وقفنا. لا والله ما وقفتش الشغل خالص؟ لا لا الحمد لله. ال 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 المرقوق السوري ده بيتعمل ازاي؟ يعني دقيق هذا من نحط مية وخميرة وملح ايه ويعني دا يمدهم تلاقي خبز مثل الليرة الذهب. ايه وده بيتعمل منه المناقيش كمان ولا بس ايه العيش؟ بصير مناقيش لكن بصير كل شيء. وده والفرن ده من التراث؟ ها؟ ايه هذا من التراث. بعدين في عنا فرن جوا بيساووا خبز صغير ومنقات وبيساووا يلي بدك اياه كمان. بتخبز في بيتك ولا هنا بس؟ لا والله هنا هون. ما بتعملش لاولادك؟ باخذ معي هذا بيتي، باخذ معي لك. بتاخذ معك؟ بصير ما اخذ، بصير ما اخذ. ولادك هنا ولا سابوا هون؟ الحمد لله. بيدرسوا؟ والله منهم بيدرسوا ومنهم متجوزين. بيشتغلوا ايه؟ حد خد المهنه منهم؟ مشكله. في لحامه وفي نجارين وفي حدادين وفي يعني مهنة حلوة الحمد لله. الحمد لله. زوجتك بتعرف تعمل الخبز ده؟ لكان علمتها؟ بتعرفوا لكان؟ لكان؟ والله لكان يا عم احمد. انا خلاص هسيب مهنة المذيعة واشتغل خبازة مع عم احمد. الله يبارك فيك. ربنا يخليك يا عم احمد. مش عايز تقول حاجة للناس اللي شرفتونا والله. مش عايز تقول حاجة؟ والله شو بدي اقول؟ ان شاء الله ربي بديمكم ودايما دوم بنشوفكم بخير وسلامة. ويحمي قائد البلد. نرجع لكم السياحة ازاي؟ نقول ايه؟ نشجع الناس عشان تيجي عندكم كده عند ابو وحيد ياكلوا الكبة وياكلوا الفتوش والتبولة والكبة اللبنية. شرحات بعجين وصفيحة الشامية. كله اكل سوري. كله اكل سوري شامي. شامي مش حلبي. ايه شامي. شامي شامي. ايوه. اشهر حاجة عندك.
المشاوي والبتنجان المقلي والصفيحه والشرحات بعجين. ما شاء الله ربنا شويه والمقلية. الكبه فظيعه، انا عايز اخد شويه كبه معايا شهر رمضان، هاخد معايا علبه وانا حمرها. ايه لا عندنا في مصر مطعم حلبي كده برضه. والله اهو صاحبه معانا. نورتونا، اهلا وسهلا فيك. انا بشكرك جدا. قبل ما تسافري احنا قضينا وقت حلو واكلنا الخبز السوري الجميل، وانا هرجع على مصر بس مش هنسى عم احمد. ولا انتوا هتنسوا عم احمد. من امام نقابه الفنانين في سوريا هندخل علشان نحضر البروتوكول التعاون ما بين نقابه الفنانين السوريه ونقابه الفنانين المصريه، وده تجديد تعاون بعد عامين. وهنشوف مع النقيب مسعد فوده هيقول لنا دلوقتي ايه اللي بيحصل وايه البروتوكول وايه التعاون. تعالوا معانا مع احلى النجوم وقناه المحور في سوريا من داخل نقابة الفنانين السورية. توقيع البروتوكول بين مصر وسوريا والتعاون في الدراما المصرية والسورية على أرض سوريا وفي قلب النقابة، نقابة الفنانين السوريين. يسعدني أن ألتقي بالنقيب مسعد فودة وبقولك ألف مبروك توقيع البروتوكول. الله يبارك فيك، وشيء جميل أنه يبقى في تعاون من مصر وسوريا إن شاء الله. هل التعاون ده كان موجود وبيتجدد ولا ده تعاون جديد بشكل جديد؟ منذ عامين تقريبا، يعني احنا جينا مرتين ثلاثة وجدنا انه لابد ان يكون هناك اطار للتعاون ما بين المؤسسات الفنية في البلدين، فكان الطرح بتاع ان احنا يبقى يكون هناك بروتوكول. يمكن من عامين بدأنا في بداية التصريح والاعداد والاستقبال للمهنيين والفنيين من سوريا وكذا في مصر. النهارده عملنا البروتوكول بآليات جديدة، أضفنا إليه مجموعة من الأطر، يمكن أهمها إذا كان فنان في مصر مثلا بيشتغل في سوريا وحصل لي أي مكروه أو شيء مرضي، بتتحمل نقابة الفنانين في سوريا كافة مستلزمات وكافة احتياجاته، وكذا العكس في مصر. الجزء الثاني هو مجال التنسيق في التبادل التجاري، في إن احنا نبقى عندنا في النقابات وحدات لتسويق الأعمال الدرامية في البلدين. يعني يمكن أنا كنت عارفة أن أعضاء نقابة في سوريا لما بيجوا يمثلوا في الدراما المصرية بيتعاملوا على أنهم أعضاء نقابة، في لأن بيبقى في مبلغ معين اللي عضو نقابة بيدفعه، اللي مش عضو نقابة بيدفع أكتر، وده كان موجود الفترة اللي فاتت. هل برضو ده مازال موجود في البروتوكول؟ في من وقت ماضى، يعني يمكن الله يرحمه الراحل سعد الدين وهب ومن بعده النقباء، كنا مثبتين التعاون، بروتوكولات التعاون ما بين مصر وسوريا ولبنان والعراق. النهارده الاطار اتغير لان الاعمال كترت، الفنانين اللي بيجوا كثير، فكان لازم نطبق المعامله بالمثل، اللي هو المصري يعامل في سوريا كمعاملة النقابي السوري، والسوري يعامل في مصر كمعاملة النقابي في جميع بقى الأطر، سواء في الموسيقى أو السينما أو التمثيل. شايف التعاون ده هيخدم الدراما المصرية السورية؟ ويمكن النقيب لما بقول له يعني يبقى في التعاون قال يعني شوية الدراما السورية ما بتتذاعش على التلفزيونات المصرية، مع ان في الفترة الأخيرة كان في أكتر من مسلسل سوري بقى موجود والنجوم السوريين موجودين بقوة على الساحة. أنا عايز أقول لحضرتك طبعا الظروف السياسية واللي حصل كانت فترة 6-7 سنوات ما كانش فيه إطار للتعاون، كان قليل يعني متواجد لكنها متصل. الآن بدأنا في مرحلة جديدة من التواصل والتعامل، وحضرتك موجودة النهاردة على أرض دمشق يمكن للمرة الثالثة أو الرابعة احنا بنتواجد. التعاون بقى مفتوح على رأس المؤسسات، ناس متفاهمة. الإشكالية السياسية ممكن تحل في أروقة السياسة، أما الثقافة والفنون اللي هي ميراث طويل جدا للمصريين وكذا السوريين والعرب جميعا، يجب أن يتخطى هذا الحاجز الصعب جدا، حاجز السياسة، وينطلق، لأنه هي الثقافة والفنون هي اللي بتشكل وجدان الإنسان. من خلال تواجدك أكتر من مرة وأكتر من مناسبة في دمشق
ويمكن كان الإعلام مصور للناس صورة غير حقيقية، إن إحنا لو نزلنا هنلاقي دمار وهنلاقي مش هنلاقي الحياة اللي إحنا شفناها. استقبلت ده إزاي وشايف ده إزاي، وإزاي من خلال صوتك توصل الحقيقة للناس من خلال إعلامنا إحنا اللي بننقل الحقيقة؟ المؤامرة الكونية صعبة جدا كانت على 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 دول بعينها في الوطن العربي، ويمكن مصر عانينا ده كثير، لكن استطعنا الاستفاقة واستطعنا ان احنا نتصدى لهذا. لما جينا في المرة الأولى كان عندنا لدينا تخوف وان المسألة صعبة، ولكن لما تجولنا لقينا ان هذا الإعلام هو إعلام مغرض، والتقينا السيد وزير الإعلام السابق واتكلمنا معاه، قلنا له لابد ان يكون هناك اعلام سوري يستطيع ان يوضح الحقيقه، لان الاعلام الموضوع هو مهم، مش لازم انك انت تبقى ابواق للانظمه، لكن عليك ان توضح الحقيقه بموضوعيه، وده اللي حصل. الان التصدي من الاعلام السوري العربي شيء مشرف. بنقول للناس انه سوريا يعني ممكن تشوف انت صوره هلاك ودمار، ولا اطلاقا خالص. الشيء الطيب ان الجيش السوري او الجيش العربي السوري بيحقق انتصارات كبيره، وماشي ده بالتوازي مع الاتفاقات السياسيه، شفنا في جنيف وشفنا في الاستانة. انا متصور ان الصوره القاتمه السوداء اللي نقلت بدات تتعدل، وبقى في صوره ايجابيه عن سوريا وشعب سوريا. شعب سوريا ما كانش يستاهل ده، شعب سوري وزن في مصر بنشوفه، ويكفينا فخرا انه شاب سوري منذ ايام كان يقدم وردة لكل مصري في الطريق وبيقول له شكرا على موقفكم معانا. هذا الموقف نابع ان احنا اصلا في النهاية اخوان، وان العلاقات الانسانية موجودة، وده اللي هيحصل في المستقبل، ان الصورة السلبية والقاتمة مش حقيقية. بعد ما نزل الصور لزيارة الوفد المصري النهاردة لدمشق وحضورهم عيد الفن، نزل بعض الأخبار إن الزيارة دي الغرض منها غرض سياسي وليس غرض فني. لا، خلينا نقول أن هناك ظروف سياسية بيتعرض لها الوطن العربي والبلدان بعضها البعض، ده موضوع، ولكن نحن لدينا مسؤوليات. احنا رئيس اتحاد الفنانين العرب، نقيب السينمائيين، رئيس اتحاد النقابات الفنيه، حضرتكم من الاعلام، الفنانه الهام شاهين، الفنان فاروق الفشاوي، والاستاذ الدكتور سمير فرجه، مجموعه. هذا الوفد هو الوفد الرابع الخامس من مصر. مصر بلد الثقافه والفن، مصر ارتباطها في كل الدول، مصر اللهجه المصريه، مصر الافلام، مصر المسرح، مصر كافه الفنون. فليس لدينا علاقه بالامور السياسيه، الامور السياسيه لها اساسه، ولكن لدينا مسؤوليات. النهارده اذا لما كنت اشد على ازر الفنان السوري في عيد الفنانين، من ياتي له؟ في مصر كذلك، في كل الدول العربيه لدينا مسؤوليات. احنا نجوب الدول العربيه، يمكن سوريا كنا منذ ايام في مهرجان سينما الشباب اللي بتنظمه مؤسسه السينما، كان وفد مغاير تماما، ومنذ العام الماضي والقبل احنا بنشتغل في اطار مسؤولياتنا، اللي يعني المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، ان احنا الان على رؤوس المؤسسات. ليس لدينا خلافات مع الفنان، ليس لدينا خلافات مع الشعب ولا ابناء الشعوب. وناتي، نحن اتينا في هذه الزياره بوجود حضرتك وبوجود نخبه متميزه من الفنانين، الحفاوه كبيره، اتينا لنقول رساله ان الفنان المصري يعانق الفنان السوري والشعب السوري. احنا سعداء بالبروتوكول والتعاون، وسعداء بان دايما سوريا ومصر قلب واحد، شعب واحد على ارضين، ويا رب يعني دايما احنا قوة، ما حدش يقدر يفرقنا، واحنا بضم صوتي لصوتك، وبنساند الفنانين السوريين النهاردة في عيدهم، بنقول لهم كل سنة وهم طيبين، وطبعا هم عارفين غلاوتهم قد ايه في قلوب كل فنان مصري في كل بيت مصري. بشكرك، وان شاء الله نكون معاكم ان احنا نيجي تاني مرة تانية هنا على ارض سوريا في مهرجان السينما. أنا بشكرك وبشكر جهودك المتميز والواضح لينا كلنا. دمشق الغالية، كان لنا لقاء مع المهندس بشر يزجي وزير السياحة، وبدعوة منه في وزارة السياحة، سعدنا بلقائه وسعدنا بوجودنا إن احنا نشوف دمشق وعودة الروح ليها وعودة الحياة ليها وعودة السياحة ليها.
سيادة الوزير سعيدة ان انا موجودة معاكم النهاردة، سعيدة ان انا بنقل من خلال كاميرا المحور في شوارع دمشق والمناطق الساحرة الجميلة اعلام حقيقي غير الفكرة اللي كنا واخدينها ان دمشق متدمرة، ان دمشق كلها مقفولة، ان مفيش حياة، ان مفيش ان الناس واخدة صورة في اعلام مدي صورة كاذبة عن دمشق. فانا سعيدة النهاردة ان انا بشوف دمشق بجمالها بحيويتها بشجر الياسمين بناسها الطيبين بالإخلاص بالحب، فربنا يا رب يرجعها كمان أحلى وأحلى زي الأول. أهلا وسهلا بالبداية فيكم مدام بوسي وكل الفنانين الأستاذ فاروق المدام إلهام. نحن طبعا بالنسبة لنا سعيدين بوجودكم وبمشاركتكم أيضا بالحفل الأوبرا اللي رح يكون اليوم. أكيد مثل ما شايفين أكيد شفتوا آثار الإرهاب الإعلامي، وأنا بالنسبة لي أكيد مدرك أنه جزء من الشعب المصري لا يدرك حقيقة ما يجري في سوريا، ولكن أغلبية الشعب المصري بات يدرك حقا ما يجري في سوريا وحقيقة الوضع في سوريا. هلأ انطلاقا من شيئين، الشيء الأول هو تجربة المصريين ونضج وعي المصريين من خلال تجربتهم اللي خاضوها خلال الفترات الماضية، هذا أولا. طبعا ثانيا من محبتهم أكيد ومن يعني محاولتهم من استدراك من قلبهم أو عقولهم لحقيقة يعني أو مكان استقصاء الخبر الصحيح. أكيد وجودكم اليوم ونحن مثل ما بنعرف الفن والإعلام والإعلام الحقيقي، وأنا طبعا بدي أشكر كل مشاهدين قناة المحور، الفن اليوم والفنانين اليوم بيدخلوا لكل بيت، بيدخلوا لقلوب السوريين، فما بالنا وقت بيكون في عنا قامات من الفنانين المصريين اللي نحن بنعتز فيهم اليوم موجودين بسوريا للمشاركة مع الفنانين السوريين يلي كان أيضا لهم دور كتير كبير. ونحن بنعرف أنه حتى خلال فترة الحرب أو ما قبل الحرب قديش كان في اهتمام من القيادة بالفنانين بشكل عام، فوجودكم أكيد اليوم أنتم رح تكونوا سفراء، وهذا طبيعة اليوم الإعلام أنه يكون سفير وناقل حقيقي لما يجري في سوريا. احنا طبعا هنا الشوق خدنا ولينا أماكن كتير في شوارع سوريا وفي أماكن كتير في سوريا لينا ذكريات حلوة فيها، فاشتقنا فجينا عشان البلد دي جزء من بلدنا، و طول عمر سوريا ومصر واحد وطول عمرهم قلب واحد شعب واحد على أرضين. فيعني احنا النهاردة عايزين نخدم سوريا زي ما احنا بنقف وندعم سياحة مصر، احنا جايين النهاردة عشان ندعم سياحة سوريا. عايزين نعرف ايه اللي تطلبوه مننا احنا كإعلاميين وكفنانين الفترة الجاية، ازاي نقف معاكم وازاي ندعمكم وازاي ندعم سياحتكم وازاي نغير الصورة الكاذبة، لان احنا اعلام محب مش اعلام كاره. طبعا اكيد كل الجهود المبذولة وبدءا من وجودكم ونقلكم لحقيقة ما يجري، وهذا هو الأهم. أنا كثير بهمنا طبعا نشوف وننقل حقيقة الواقع في سوريا بدون أي تجميل، هذا الواقع وهي الحقيقة. أكيد اليوم القطاع السياحي تأثر بشكل كثير كبير بسوريا، ونحن بنعرف سوريا بلد غني جدا، بلد فيه من الحضارة ما يكفي، في إن كنا عم نحكي بالجانب الآثار والعوامل 65 قلعة تقريبا 63 آلاف موقع أثري. أكيد في عنا نحن بالنسبة للطبيعة الجميلة، أكيد في عنا محبة الناس الموجودة، في كل عوامل الجذب الموجودة بسوريا والطقس وكل التفاصيل. أكيد تأثر القطاع السياحي بسوريا مثل ما شفنا كمان أيضا تأثر بمصر نتيجة الأحداث. نعرف هو قطاع حساس جدا، بس أنا بقول أكيد إرادة الحياة الموجودة عند السوريين، بطولات أبطال الجيش العربي السوري بإعادة الأماكن وتحريرها، عم نشوف كيف السوريين مباشرة عم بعيدوا الحياة لها. سوريا خلال 6 سنوات وأكثر من 6 سنوات كانت دوما أبوابها مفتوحة لكل زوار سوريا، وأنا أكيد بأكد أنه خلال الفترات الماضية كان في عنا نسبة قدوم تتزايد سنة عن سنة. اليوم مع عودة المناطق وتحرير الأماكن وبما فيها أماكن سياحية مثل بلودان والزبداني، اليوم أيضا بتضل أبواب سوريا مفتوحة لكل زوار من مصر وحول العالم. أكيد اليوم الإعلام له دور كتير كبير، نعرف نحن
الشيء اللي شوهوا فيه صورة سوريا هو إرهاب إعلامي صار على سوريا، أكيد أثر على القطاع السياحي، ولكن اليوم الإعلام صارت مهمته الإعلام المعادي لسوريا صارت مهمته كتير صعبة من خلال فعلا السفراء الحقيقيين اللي زاروا خلال الفترات الماضية. لم تنقطع الزيارات عن سوريا لا من برلمانيين لا من إعلاميين لا من فنانين لا حتى من محبين سوريا. أنا بقول حتى بالجانب السياحي نحن نسب القدوم عم تكون كل سنة متزايدة أكثر عن السنة الماضية، آخر أول ثلاث شهور من 2017 بزيادة 41% عن 2016. بدي أقول عدد الليالي الفندقية اللي كانت موجودة أرقام كبيرة جدا، وخاصة أنه نحن بفترة حرب. بس ولكن أنا بقول اليوم السياحة بسوريا ضررت، ولكن هل ضرر هذا الكبير؟ لن يمس مستقبل السياحة في سوريا، بالعكس أنا اليوم بقول بسوريا رح تكون بلد قوية أكثر خلال الفترة القادمة، والقطاع السياحي هو جزء منها. أكيد مثل ما بنعرف اليوم صار في قصص كتير موجودة، السياحة هي قصص، اليوم في قصص كتير صارت موجودة بسوريا، والفضول الموجود عند العالم كله ليجي يشوف شو فعلا حقيقة ما يجري في سوريا أكيد رح يكون له دور كتير كبير، وخاصة من خلال السفراء اللي نحن كل يوم عم بزيدوا سفير جديد من خلال وجودكم ووجود كل محبين سوريا خلال الفترة الماضية. يعني طبعا احنا سمعنا ان هتعملوا جروبات او رحلات ما بين مصر وحلب الفترة اللي جاية، وهيبقى في طيران مباشر مرتين في الاسبوع بين مصر وحلب، هل ده حقيقي؟ اكيد ان شاء الله مع عودة مطار حلب الدولي رح يكون، وهذا طبعا توجه حكومي، رح يكون اولى الرحلات رح تكون باتجاه ما بين حلب والقاهرة. وبنعرف انا بقول مهما مع كل الاحداث وما جرى، انا بقول العلاقة المصرية السورية على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي لن تتأثر. اليوم في رابط، نحن بنعرف رابط تاريخي ما بين سوريا ومصر، لذلك نحن وحتى من خلال زيارتي لمصر عام 2014 او من خلال حتى كل التفاصيل بنشوف دوما العلاقة المتينة ما بين الشعبين، ما بين حتى انا بقول مو بس الفنانين، بقول العلاقات الاجتماعية الموجودة، العلاقات الاقتصادية لا يمكن انه تتأثر مهما كان بالرغم من كل المحاولات. وانا بقول في محاولات إضعاف الجيش المصري وإضعاف الجيش السوري وكل المحاولات من أجل تحقيق الغايات المأمولة من خلال ما جرى في سوريا، ولكن لن يستطيعوا التفريق ما بين الشعبين أو حتى ما بين على المستوى الرسمي أو حتى الشعبي. أكيد الحب اللي في قلوب المصريين للسوريين والحب اللي في قلوب السوريين للمصريين لا يمكن يتأثر ولو اتعمل إيه على مر التاريخ، يعني دي حاجة خلاص مفروغ منها. يعني أنا عايز أعرف برضو الفترة الجاية الاستثمارات السياحية، النشاط السياحي اللي بيتم داخل سوريا لجذب السياح وعودة السياح. طبعا يمكن أكتر وزارة مضرورة هي وزارة السياحة بعد التضليل الإعلامي وبعد الحرب وبعد الأماكن، لأن الناس هتقولك أنا أجي أعمل السياحة إزاي وأنا شايفة إن في حالة حرب جوه البلد، مع إن يعني أنا واحدة من الناس كنت قاعدة في الشانزليزيه والقنبلة فرقعت في يعني دلوقتي الناس ما بقاش موضوع ان بلد فيها حرب او بلد ما فيهاش حرب، يعني الموضوع ان ده بقى موضوع عادي، ويمكن بتشوفه في لبنان الدنيا ممكن يحصل فيها حاجة والناس عايشة حياتها والسياحة شغالة، وده اللي حصل في الشانزليزيه. انا حضرت الضرب اللي كان موجود والتفجير يوم الاستاد، انا كنت موجودة وشفت حظر التجول اللي حصل بالليل وحضرت الفترة دي كلها، وتاني يوم السياحة رجعت طبيعية جدا والحياة طبيعية. أكيد القطاع السياحي هو قطاع حساس، حتى الضرر ليس فقط في سوريا وإنما على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى المنطقة. بنشوف حادثة واحدة بباريس بتأثر على مستوى السياحة، القطاع السياحي بشكل كامل. ولكن التحدي الأكبر اليوم أنا بقول ليس فقط وزارة السياحة وإنما كل الشعب السوري أمام تحدي. نحن بوزارة السياحة كان عندنا التحدي منذ عام 2013 ووضعنا خطة مرنة من أجل النهوض بالقطاع السياحي. يمكن في كتير ناس ما بتصدق أنه نسب الإشغال بتزيد ايام عن 100%،
تتجاوز 100% بالمواسم بالاعياد باعياد الميلاد. نتيجه نحن بقول كان تركيزنا على السياحه الداخليه، السياحه الدينيه، سياحه الاعمال، وايضا انا بقول طبعا اكيد المغتربين السوريين وزوار سوريا ومحبين سوريا. كان عندنا نسبه كثير كبيره. السياحه الدينيه ما تاثرت؟ السياحه الدينيه هي متوسطه التاثر نتيجه ارتباطها يعني بعلاقه روحانيه في السيده زينب وسيدنايا. طبعا السياحه الدينيه المسيحيه والاسلاميه سيدنايا والسيدنايا وفي المسجد الاموي ومقام السيده زينب والسيده رقيه. لذلك بقول وكافه نحن مثل ما بنعرف سوريا مهد الاديان، لذلك السياحه الدينيه تاثرت بمستوى متوسط، لذلك كان في تركيز عليها وركزنا على السياحه الداخليه، سياحه الاعمال مستمره. نحن مثل ما بنعرف البلد اليوم خاصه السنتين الماضيات عم تشهد عوده لرجال اعمال بعدد كبير جدا، طبعا ببحث عن فرص عمل. مثل ما بنعرف بلد عاشت بفترة حرب ومتوقع فترة أعمار مهمة جدا، لذلك سياحة الأعمال كانت مهمة. اليوم عم ركز على سياحة المغتربين بشكل كبير جدا، لأنه يمكن أنا بدي أقول شغلة، أكثر من يدرك حقيقة ما يجري سوريا في سوريا ولا يتأثر بالإعلام هم السوريين. أكيد ما في مغترب سوري ومغترب، بقصد المغتربين القدامى، إلا بيعرف فعلا حقيقة ما يجري في سوريا عن طريق أقربائه أو غيره. لذلك نحن كان عندنا محاور معينة، إضافة لأنه دوما ننقل للعالم كله أنه فعلا سوريا هي بلد فيها نبض حياة موجود، نشوف نحن. لذلك القطاع السياحي كان أمامه تحدي، أهم تحدي كان هو المنشآت التي تضررت. لذلك اليوم الأعباء تضاعفت في وزارة السياحة في سوريا نتيجة إعادة المعمار. أولا بعودة، أنا بقول خلال 3 سنوات ماضية عادت أكثر من 1000 منشأة سياحية إلى العمل في سوريا، وهذا رقم أنا بقول يمكن ما حدا بيتصور أنه 1000 منشأة سياحية، أكثر من 1012 منشأة سياحية عادت إلى العمل. مشاريع سياحية يتم وضع حجر أساس لها في سوريا، عقود توقع في سوريا، لدينا افتتاح منشآت إقامة وليس منشآت أوتيلات يعني خلال الفترة القريبة القادمة. فهو هذا التحدي، وأنا بقول من يستثمر في السياحة يستثمر بالنصر، يستثمر بأمان سوريا. القطاع السياحي قطاع حساس، فما بالنا بالاستثمار في زمن الحرب. أنا بقول طبعا اليوم إرادة الحياة الموجودة لدى السوريين، تمسك المستثمر السوري بأرضه، وهذا أنا بقول بكل صراحة هي استثمارات ذكية. يعني الشيء اللي شفناه من خلال كل المستثمرين ليس فقط بالجانب السياحي، وإنما هو استثمار ذكي، لأنه عم يدرك أنه حتى اعتماده على السياحة الداخلية عم يحقق له أرباح. التزايد الكتير كبير بعدد القادمين، وأنا بقول نسبة الأوروبيين وإن كانت أنا بقول بأرقام قليلة تزايدت، نسبة العرب تزايدت بشكل كبير. نسبة التزايد بتعطي مؤشرات مهمة بالنسبة لنا في القطاع السياحي، وهو تحدي. ونحن بالنسبة لنا بقول على المستوى الاقتصادي بشكل عام هو تحدي، بلد تتعرض لحرب اقتصادية على مدى 6 سنوات، تتعرض لحرب اقتصادية يعني أثرت بشكل رئيسي على المواطن السوري. بلد لا زالت بالرغم من كل شيء تقدم التعليم مجانا، الصحة مجانا، تقدم كافة المواد مدعومة لتاريخه بالرغم من الحرب الاقتصادية والحرب الإعلامية والحرب الاجتماعية. وأنا بقول هو إرهاب، يعني إرهاب إعلامي، إرهاب اقتصادي أثر على الشعب السوري بشكل كامل، ولكن اليوم الدولة لا زالت اليوم واقفة مع كل المواطنين بكل التفاصيل. نحن بالنسبة لنا طبعا أكيد هو تحدي اقتصادي يشمل جزء منه هو القطاع السياحي. وأنا بقول عودة القطاع السياحي، نحن طبعا أهدافنا بوزارة السياحة عودة القطاع الاقتصادي أن يكون رافدا لخزينة الدولة بهالوقت هذا، هذا كان تحدي كتير كبير. وأكيد بالنسبة لأن أهم المقومات هي الموجودة كانت هي وعي الشعب السوري والمبادرات من الشباب. وأنا اليوم بوجه الشكر حتى بما فيها ليس فقط الشباب وإنما كل فئات المجتمع السوري بما فيها أيضا الفنانين. وأكيد اليوم وجودكم أكيد هو رسالة هامة. أنا بقول عايزين عودة كمان مهرجان السينما إن شاء الله.
طبعا مهرجان السينما كان في وزارة. لك لي دور كبير في تنشيط السياحة مش الثقافة، يعني السياحة قبل الثقافة. لما كنا بنيجي نصور هنا أنا فاكرة الناس كانت دايما أما تشوفني في الشارع تقول لي معكم بوسي شلبي من جبل قصيون من نهر بردة. كنا بنصور في كل المناطق السياحية الحلوة في البلودان، سيدنايا، الشام القديمة، جامع الأموي. فكان في جزء من مهرجان السينما تنشيط للسياحة. وأكيد مهرجان السينما رح يكون بحلة جديدة. كان طبعا مهرجان السينما لم يتوقف، وزارة الثقافة أيضا تقوم بدور هام جدا خلال الفترات الماضية. أنا بدي أقول شغلة، اللي بيشوف عدد الفعاليات والمهرجانات التي أقيمت خلال السنوات الماضية، مهرجان الوادي، مهرجان طرطوس، مهرجان اللاذقية، والعديد من الفعاليات، أنا بقول ما في بلد بالدنيا شهدت فعاليات مثل ما شهدته سوريا، وهذا أكيد بدل على محبة الشباب السوري. وأيضا الفعاليات، وأنا بقول نحن بنعرف الأستاذ فاروق، المدام إلهام كانوا مشاركين، ومدام بوسي برالي اكتشف سوريا. نحن بالنسبة لنا طبعا أكيد هو جانب سياحي، بس أنا بقول نحن المهرجانات التي أقيمت والتي ستقام، يعني نحن بالنسبة لنا رح يكون في عنا نسخ جديدة من اكتشف سوريا بطريقة جديدة. وأكيد اليوم كل الفنانين المحبين لسوريا والإعلام الحقيقي والإعلام الشفاف مدعو دوما للمشاركة، أكيد مدعوين مع كل الفنانين المصريين اللي بنوجه لهم كل التحية، وكانوا الفئة الأوعى خلال الفترة الماضية بنقل حقيقة ما يجري في سوريا. إن شاء الله إحنا معاكم، وإن شاء الله قريب جدا هنكتشف معاك سوريا في ثوبها الجديد بدعمكم وحبنا ليكم وحبنا لسوريا وأهل سوريا. أنا طبعا بدي وجه الدعوة، أول شيء بدي وجه التحية لكل أخوتنا والشعب المصري كاملا. وأكيد نحن بالنسبة لنا مثل ما نعرف خلال الشهرين القادمات بشهر آب رح يكون في عنا معرض دمشق الدولي، وهذا من أهم المعارض وأقدم المعارض في الشرق الأوسط. وأنا بعرف في ذاكرة كتير كبيرة للمصريين كانوا يجوا من مصر ليزوروا معرض دمشق الدولي. فنحن رح يكون بعد 6 سنوات من التوقف معرض دمشق الدولي بحلة جديدة وبفعاليات جديدة، وأيضا بجانب إن كان في جانب اقتصادي، في جانب اجتماعي، في جوانب كتير مهمة. لذلك نحن أيضا ندعي كل أخوتنا بمصر، أبواب سوريا مفتوحة. وأكيد نحن مثل ما عم نشوف حتى السوريين موجودين بمصر، ومن خلال أيضا يعني زياراتهم كان دوما بيقول قديش كان في ترحيب من الشعب المصري بالسوريين. اليوم أنا بقول كمان أيضا الشعب السوري مجرد ذكر المصري بيكون دوما أبواب سوريا مفتوحة، وأهلا وسهلا فيكم. وبنشكرك ويا رب دايما معاكم في سوريا، نسعد بيها وبأهلها وبأمانها وبجمالها اللي الناس متعودة عليه. وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا فيكم. دار الأوبرا في دمشق الفرحة كبيرة، الحب كبير، العودة كبيرة، في مكان كله ذكريات حلوة في قضينا فيه أجمل الأوقات مع مهرجان دمشق السينمائي. بنعود مع الأمان، مع الحب، مع الفرحة، مع العودة، مع عودة الروح لسوريا. هنحتفل مع الفن بعيد الفن. الشوق خدنا لحبايبنا في سوريا، جينا نقول لهم كل عيد فن وانتوا طيبين. مساء الخير، كل عام وانتوا بخير، وفنانين بلدي والفنانين كلهم بألف خير. أنا كتير فخورة اليوم بتكريمي ببلدي، فخورة بتكريمي من نقابتي، من نقيب الفنانين الأستاذ زهير والدكتور مهدي دخل الله. شكرا كتير لألكم. ما في حكي، بس سعيدة كتير وفخورة، فخورة بوجودي بهالبلد، فخورة بوجودي كفنانة سورية. أنا أقل وحدة فيهم، بكبر فيكم وبشوف حالي وقت بقول إنه أنا زميلة لإلكم فرداً فرداً. مبسوطة كتير بالضيوف يلي إجونا. رسالة كتير كبيرة ومحبتكم غالية كتير على قلوبنا. الفنانين الضيوف يلي إجيتوا، أنتوا من أول لحظة حكيتوا كلمة حق، كلمة حق كبيرة، وآمنتوا فينا. جيدكم اليوم غالية كتير علينا. من العراق الأستاذ صباح، من لبنان الأستاذ صبحي، ومن مصر
البطلة يلي أنا بشوف حالي فيها والغالية والصديقة والأخت واللي أنا معجبة فيها جداً الست إلهام شاهين، صاحبة كلمة حق وجريئة وشجاعة، الأستاذ فاروق العظيم يلي حكى وما خاف، الأستاذ عمر عبد العزيز والأستاذ مسعد والأستاذ سمير يلي دائماً كانوا ضيوفنا واللي دائماً كانوا موجودين معنا، وأنتوا أهلنا مو بس ضيوف، شرفتونا كلكم، نحن كبرنا فيكم. اليوم عيدنا كبر، العيد الكبير الحقيقي لما سوريا كلها بتنتصر، وعيدنا نحن كفنانين، خليني سميه العيد الصغير، لما بنعمل عمل فني ومنشوف محبة واحترام بعيون الناس. هذا واجبنا، وواجبنا أكثر أنه نحن نكون مع بلدنا. هذا لا فضل ولا منية، هي بلدنا، هي روحنا، ميتنا وهوانا وأرضنا. هذا أقل شيء قدام قيمة كبيرة اسمها سوريا. دائما بقول تحيا سوريا، تحيا سوريا، تحيا سوريا. وأخيرا اتقابلنا على أرض سوريا، وأخيرا اتقابلنا أنا وهي بعد ما لفيت معاها الوطن العربي. كانت دايما تقول لي لقائنا لازم يكون في دمشق، تعالي دمشق، دمشق ما فيهاش حاجة. قعدت ورفضت تطلع، وبرغم كل الظروف بقيت أقول لها مش عشانك، عشان ولادي. تقول لي ولادي لازم يبقوا يتربوا ويعيشوا في حضن سوريا، في حضن دمشق. فكل بلد كنت بكون معاها على الريد كاربت تقول لي يا بوسي تعالي سوريا وانتي هتشوفي بنفسك. سلافة وكرجي سفيرة الفن في عيد الفن، بقولك كل سنة وانتي طيبة، والنهاردة أنا سعيدة أن اللقاء هنا في بلدك، في أمانك، في شجر الياسمين، في نهر بردة، في جبل قصيون، في ذكرياتك الحلوة وفنك. بوسي أهلا وسهلا فيكي وألف الحمد لله على السلامة. اليوم سعادتي صعب أوصفها لأنه أنا عم شوفك هون. كتير سافرنا سوا وتقابلنا ورحنا وإجينا، وكنت دائما تتغني بالشام. أحلى مين حكى عن الشام هي بوسي، وأحلى مين قال أحلى كلام عن الشام هي بوسي. مشاعرك الشامية، هواك الشامي، حبك الكبير غالي علي كتير. كل الوقت كنت حريصة أنك تجي، بس بقدر الظروف. اليوم أنا عيد الفنانين جزء منه سعادتي أنه أنت موجودة وإلهام وفاروق والوفد المصري والوفد العربي، لحتى تجوا تشوفوا بعينكم سوريا كيف والشعب السوري كيف عايش. فشرفتونا، سعادتي كبيرة، فرحانة وفخورة ببلدي، وفخورة فيكم، وفخورة أنه أنتوا بتحبونا، لأنه بالظروف الصعبة بيبين الحب الأصيل، وحبكم أصيل مثل بلدكم. يمكن أكتر واحدة رهنت وكذبت الرهان هي سلافة وخرجي. عايزة أعرف إيه اللي خلاكي ترهني، وإزاي كنت واثقة، والنهاردة إحساسك إيه لما بتكسب؟ ببساطة يمكن كلمة السر هي الإيمان. عندي إيمان، هي بلدي. ما كان عندي معطيات كتير مثلي مثل كل الناس، بس ببساطة هي بلدي، ما عندي مكان آخر. مسقط رأسي، هوايي والمي والسماء والأرض، كل شيء بيخصني. فأكيد بالنسبة لي هي الرهان الأكبر وهي المكسب الأكبر. إن شاء الله المكسب الأخير أنه لما بتنتصر سوريا كاملة. أنا ما إلي مكسب على أحد، ما إلي مكسب على شخص أو أشخاص. أنا إلي مكسب أنه بلدي ترجع قوية مثل ما كنا وأكثر. واليوم يعني شوفت عينك جزء منا، هذا الشعب السعيد الفرحان المحتفل. مو أول مرة نحن دائما عم نعيش بهي الطريقة، تأقلمنا مع الحرب، بس الإيمان جواتنا هو اللي خلانا أقوياء لهي الدرجة، وهو اللي خلانا عم نستمر ونقول نحن مو بس موجودين، نحن مبدعين. عيد الفن فرحته فرحتين النهاردة. الفرحة الأولانية أن أنت يعني بتحتفلي في وقت عودة الروح لسوريا والحياة والحب والناس والتواجد والدنيا كلها موجودة في سوريا في أمنها. والفرحة الثانية أن أنتوا النهاردة بتتكرموا من بلدكم في بلدكم. الحمد لله، يعني التكريم هو عبارة عن شكر، عبارة عن الناس عم تشوف جهدك، عم تشوف تعبك، ونقابة الفنانين مشكورة لهذا الاحتفال. التكريم ببلدي بيعنيني كتير، وزاد على هذا التكريم هو وجودكم أنتوا.
تكريم الزاد فيكم والله. يعني انا كنت معاكي في الجزائر وشفت احتفلوا بيكي قد ايه. طبعا في مصر انت يعني في قلب مصر، لان احنا بنعتبر جزء منك مصري وجزء سوري، وكان تكريمك على اعلى مستوى في مصر. كل بلد عربي رحتيه كان بيبقى في عندك غصه زي ما بتقولوا، عندك حزن وانت بتتكرمي برغم الفرحه والاستقبال والحب، ولكن كنت دايما اشوف عيون سلاف حزينه. النهارده وانت بتتكرمي عينيكي بترقص بتضحك ليه؟ حزينه مثل ما كل الشعب السوري حزين، رغم كل شيء اكيد. يعني الحرب اكلتنا من جوا والحزن موجود، بس لما برجع بقول لك الايمان هو اللي خلانا انه احنا نقوى على هي على هذا الحزن. اليوم سعيدة لأنه أنتم موجودين. كانت دائما الرسالة أنه تعوا لسوريا، تعوا شوفوا الحقيقة، الحقيقة مو مثل ما عم تنقال. فهلأ الوضع كله أحسن، البلد أحسن، الروح السورية مثل ما أنت قلتي كل ما عم ترجع. ففي كتير أشياء بتخليني هلأ أنا أسعد، ويمكن أو أكيد على أرضي أنا أقوى. أكيد طبعا على أرضك قوية بناسك بذكرياتك بفنك. عيد الفن ده شيء جميل. يمكن السياسة ما عرفتش تعمل اللي الفنانين عاملينه دلوقتي، يمكن السياسة ما قدرتش تجيب الناس وتوريهم وتقول لهم الفنانين اللي جايين ومش خايفين، وهم السفرة اللي بيوروا العالم كله سوريا إزاي دلوقتي. الفن بالنسبة لك شايفاه ازاي دلوقتي؟ وهل يكفي عيد واحد؟ لا طبعا الفن لا يكفي عيد، الفن هلا بحاجه لعمل، لسعي، لاهتمام، لدراسه، لانه اكيد الفن تضرر مثله مثل اي مؤسسات اخرى بسوريا. بس نحن موجودين والايمان موجود والحماس واثبات الذات انه نحن لازم نرجع بطريقه اقوى. فالعيد هو حركه جميله بس ما منوقف عنده، لا لازم نشتغل اكثر لنرجع سوريا مثل ما كانت واحسن مما كانت. والفن هو رساله كبيره، ووجودكم هلا يعني نحن كنا سفراء، دائما كنا نروح ونحكي ونحس انه في واجب كمواطن يقول الحقيقه، وكفنان ممكن يكون صوته مسموع مثل ما انتم هلا كمان موجودين عنا. وجودكم بسوريا رساله كثير كبيره ورساله مهمه، انه اجيتوا، انه ما خفتوا، امنتوا معنا من اللحظه الاولى واجيتوا هلا انتم بسوريا. فكمان مثل ما نحن سفراء وانتم كمان سفراء، وانتم مو بس ضيوف، انتم اهل واصيلين جدا. اكيد سلاف، احنا داخلين على الموسم الرمضاني متعودين دايما ان احنا نشوف لك عمل درامي، واحنا في عيد الفن عايزين نعرف هل العمل في سوريا، انا عرفت ان في عمل واحد في سوريا في رمضان، ولا عندك ولا ما فيش ولا ايه؟ لا هاي السنه ما عندي عمل بسوريا، كان عندي عمل بمصر بتعرفي وتاجل، وهلا عندي عمل اخر اسمه روح لبعد رمضان ان شاء الله. يعني رمضان السنه دي هتكوني مشاهده فقط؟ مشاهده بمصر، حكون بمصر برمضان. هتقضي رمضان عندنا؟ يعني انا سعيده ان انت هتيجي على مصر في رمضان كقعده اجازه، ولا عندك حاجه هتبتدي التصوير ان شاء الله؟ هيبتدي تصوري المسلسل؟ المسلسل محمد فوزي. محمد فوزي تاجل، روح مع اسلام يوسف وخالد الحجار واحمد رزق المنتج، مسلسل روح اسمه. ان شاء الله تكوني معانا فيه. واخيرا ايه اللي تطلبوه مننا؟ احنا جايين دلوقتي الفنانين عشان نحتفل معاكم وبنحبكم، بنقول لكم احنا جنبكم واحنا معاكم واحنا ايدنا في ايدكم، واللي يحصل لكم يحصل لنا، والفرح اللي عندكم فرح عندنا، حزن اللي عندكم حزن عندنا. انتوا كفنانين سوريين بتطلبوا ايه من الوفد الفني المصري اللي جاي لدعمكم النهارده في عيد؟ مجرد وجودكم بكفي، هي المحبه بتكفي، تكون مصر امنه وتكون سوريا امنه وكل بلاد امنه وما بدنا شيء ثاني. هي المحبه اغلى من كنوز الارض، فشكرا لجيدكم، هذا اكبر دعم لنا. كل سنه وانت طيبه عشان رمضان، كل سنه وانت طيبه عشان عيد الفن، الف مبروك تكريمك النهارده، وان شاء الله يا رب تضل سوريا تاجها مرفوع ودايما الحب وال يعني مش عايزه اقول لك كميه الدفء اللي موجود في بلدكم، ربنا ما يحرمكم. يا رب امين، وانتم كمان الله يخليكي، شرفتي، بوسي. ميرسي يا حبيبي، شكرا جدا ان انا النهارده في سوريا، سعيده جدا ان انا في عيد الفن وانا عاشقه للفن، سعيده جدا ان انا النهارده بحضر تكريم فنانين غاليين عليا جدا، فنانين عشت معاهم مشوار جميل، كنت معاهم في لوكيشن التصوير،
كنت معاهم في حياتهم الفنية، كنت معاهم في كل المهرجانات العربية، وهم أصدقاء شخصيين ليا. سعيدة النهاردة وكل التهاني الحلوة من نيل مصر وشعب مصر لنهر بردة وجبل قسيون وشجر الياسمين، لفنانين سوريا الغاليين، لسلمى المصري اللي بتتكرم النهاردة، وبقولها ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. وأنا سعيدة أكتر وأكتر أكتر منك إنه أنتم موجودين عنا. يعني بتعرفي نحن الظروف اللي مرقت، فهذا الشيء بنعتبره كتير حلو ومساندة لألنا ولسوريا. هي دليل محبتكم وجود الفنانين من مصر، يعني هاد عملنا سعادة أكتر من التكريم اللي نحن فيه. افتكري يا سلمى دور الأوبرا اللي جمعتنا على مدار 20 سنة فاتوا في مهرجان دمشق السينمائي، تفتكري جمعتنا الحلوة اللي كنا بنجتمعها الفنانين المصريين والسوريين واللبنانيين والمغاربة، تفتكري لما انت كنت تعزمي يوم وسلاف يوم وكل فنان هنا في سوريا بيفتح بيته يستقبل نجوم مصر، تفتكري فندق الشام واللي كان بيجمع الأهل والأصدقاء والأحبة بالورود الحلوة؟ ما ينفعش إن كل ده احنا عشناه معاكم والذكريات اشتقنا لها، فكان لازم نيجي نقف معاكم ونكون معاكم. حبيبة قلبي أكيد نحن عشرة عمر، وأكيد الشعب المصري والشعب السوري لا يمكن ولا في شيء بالدنيا ممكن يفرق بينهم. نحن مرتبطين ببعض، حتى العائلات، الزواج، الارتباط، في شيء. يعني أنا دائما بقول يا ريت مثل ما بيجمع الفن الناس والفنانين، وبيجمع كمان بتبنى الدول تجتمع كلياتنا على نفس المحبة والارتباط الحلو اللي بيننا. الحقيقة أنا اليوم سعيدة بوجودك، سعيدة بوجود مدام إلهام شاهين وزميلنا وحبيب قلبنا فاروق الفيشاوي وعمر عبد العزيز، ويعني كل اللي سعد فودة النقيب وسمير فرج مدير التصوير. الوفد المصري كله جاي النهاردة بحب بجد. يعني بعض الناس بيقولوا هل في غرض سياسي ورا الزيارة؟ عايزة أقول لهم اشتقنا فجينا، حبيناكم وحشتونا فجينا. أكيد أكيد أنتوا وحشتونا كمان كتير كتير كتير. أنا اشتقنا لكم كتير، وبتمنى أنه يا رب هيك دائما الأفراح تكون موجودة بسوريا، وحاجة تعب وإرهاب وحروب، وبنتمنى هالشي كله ينتهي وهالناس ترجع بس الحب والتسامح يجمعون. في عيد الفن شايفة الفن إزاي في سوريا؟ الحمد لله رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها، بس مازال طبعا الفن مستمر والدراما مستمرة والأعمال الفنية أكيد بتضل يعني مستمرة. الحياة ما بتوقف، الحياة مستمرة دائما. ومثل ما شفتي الفنانين هن الناس صامدين عم يشتغلوا وبيطلعوا لشغلهم رغم انه احيانا بيكون كتير ظروف صعبة. بس حارة في كل بيت عربي، باب الحارة على مدار 9 اجزاء عشنا معاه كل الذكريات، عشنا معاه تاريخ سوريا، عشنا معاه شوارع سوريا، عشنا معاه بيوت سوريا، عشنا معاه أسرار سوريا. وبطل باب الحارة النهاردة في عيد الفن بيحتفل بالفن السوري، بيحتفل بنجوم سوريا، بيحتفل بعودة الروح لسوريا، بيقول احنا كلنا هنا علشان ندعم سوريا. بقول لك ألف مبروك وسعيدة بوجودك النهاردة، كل سنة وانتوا طيبين. ميلاد عودة الفن وعودة الروح لسوريا النهاردة شايفة؟ حقيقة يعني هي عودة متألقة بوجودكم. أكيد أنتوا نورتوا الشام مثل ما كل نحن بنتمنى من كل الأشخاص المبدعين مثل حضرتكم أنه يكون موجود هون بالشام. اليوم مميز عيد الفنانين مع النجوم المتألقين اللي حوالينا من أصدقائنا اللي من مصر من الوطن العربي كاملا، يعني أكيد رح يكون مميز. ومثل ما شفتي الشام يعني بتضل بتنبض بالحياة وبالإبداع. باب الحارة 9 أجزاء نجاح يمكن ما شفتوش سوريا، ما فيش عمل اتعمل في سوريا 9 أجزاء يعني غير باب الحارة.
هو اكيد عمل صار له اكثر من 10 سنوات، يعني نحن السنه بنصير بالسنه ال11. يعني هو عمل يبدو فرض علينا الحاله والجمهور فرض علينا انه هذا العمل مطلوب. العمل تطور باجزاء التسعه، يعني اذا بنرجع من الاجزاء الماضيه لهلا الناس تغيرت، الحاله تغيرت، الاشخاص تغير، الحدث تغير. يعني هو اكيد النجاح لا نشك، يعني ما بنحكي بصراحه انه كمان في جزء كبير من الاشخاص كانوا منتقدين هاي الاستمراريه، لكن هو العمل فرض حاله. اكيد. ازاي يعني نخلي الجمهور يرجع تاني للاجزاء ديت، مش بس بباب الحاره، في اعمال تانية بما انك اشتغلت فيه، هل الكواليس بتاعتكم، هل الروح بتاعتكم، ولا البطل الاساسي هي الحاره السوريه هي اللي جذبت وخلت ان العمل ده يستمر؟ اكيد، يعني كلمتك كتير اجت على القلب تماما، هي البيت السوري والحارة السورية اللي نحن عم نعيش هاي التفاصيل فيها. أكيد هاي التفاصيل، الأسرة والحارة غنية جدا، فأنت قادر أنك أنت تعمل أجزاء طويلة وتضل أنت عايش هاي الدراما من خلال هاي العلاقات اللي موجودة. هذا هو السر، يمكن سر لاستمرارية نجاح، سر استمرارية باب الحارة ونجاحه بنفس الوقت. أنا أعرفها أنها الزوجة الحنونة المخلصة، انها الزوجة الناجحة، ان وراء كل رجل عظيم امرأة بتدفعه للنجاح، الزوجة المخلصة، الزوجة الصديقة للوسط الفني. ولكن النهاردة واحنا في عيد الفن وفي دار الاوبرا المصرية عرفنا عنها حاجات كتير، عرفنا عنها انها نجمة في مجالها، عرفنا عنها انها كانت من أهم نجوم الفرقة القومية للفنون الشعبية السورية، عرفنا عنها أنها مثلت وعملت فيلمين، عرفنا عنها أنها كانت منافسة وإعلامية شاطرة في سوريا. كل ده سابته من أجل الحب. هل يا ترى الحب نصفها؟ هل يا ترى لو عاد بيها الزمن هتختار الفن ولا هتختار دوريد لحام؟ أسئلة هنطرحها النهارده لزوجة الفنان دوريد لحام، وهي النهارده الفنانة هالة اللي بتعيد الذكريات، هالة بيطار اللي بترجع بالذكريات لأيام جميلة عاشتها في الفن. صحيح. أنا بقول دايما إنه أحلى سنين عمري هي اللي قضيتها بالتلفزيون العربي السوري من 60 لل 65، تركت بال 65 لكن تزوجت بال 63، والله اكرمني انه كنت زوجه لهالانسان، يعني الحمد لله اللي الله اختار لي هذا الشيء من وقت بيختاره رب العالمين يعني. وانا زوجه لدوريد لحام، وتركت الفن والدراسه لانه لازم اكون ورا هالانسان ولربي بيت، واذا المراه ما كانت هي اللي مسؤوله عن هذا الشيء بيروح البيت ويروحوا الاولاد. هلا بيطار الفنان ونجاحه صعب عليه يسيب الفن ويبعد عن الاضواء، هل انت ندمانه؟ ابدا، لاني انا ما بحب الاضواء، لكن كنت حب شغلي، عرفتي كيف؟ كنت اذا بطلع على المسرح او شيء اذا شفت حدا بطل بقد الشيء اللي عم بعمله، وهلا انا قاعده معك وانا ميته رعبه. يعني ده انت كنت مذيعه شاطره، يعني دلوقتي نسيتي كل شيء، يعني كنت مذيعة بس الله يرحم مهران يوسف وصديقتي فريال جلال كنا نقدم مجلة تلفزيون، فيكونوا شو يعملوا إذا يا يضحكوني على الهوا، كله كان ما في تسجيل، يا يضحكوني يا يبكوني، وأنا رأسا بتأثر بهذا الشيء. لو رجع بيك الزمن تختاري دوريد ولا تختاري التلفزيون ولا تختاري الفنون الشعبية ولا تختاري السينما؟ أكيد بختار دوريد، لكن لساعتها الفنون الشعبية أنا لما بعصب بغني وبرقص. أصدقائي، أهلي الأعزاء، هذا التكريم من بلدي سوريا، سوريا العروبة، سوريا المناضلة، سوريا الصامدة، التي نتمنى جميعا أن تعود أحسن مما كانت بكثير. مصر وسوريا بلد واحد،
لا شك في هذا، نحن نعلم والتاريخ لا يكذب. وأنا أشكر الرفيق العظيم مهدي دخل الله على كلمته الرقيقة الجميلة التي عبرت عما يجيش في صدور كل السوريين وكل المصريين. أشكركم وأتمنى أن أتواجد بينكم دائما، وأتمنى لكم جميعا أن تكونوا معنا وحدة واحدة، مصر وسوريا. شكرا. مساء الخير. كل سنة وكل الفنانين السوريين طيبين. أنا أسفة باخد نفسي لأني منفعلة جدا، لأن الحقيقة مش عارفة أشكركم إزاي على هذا الحب الكبير اللي غمرتوني بيه من أول ما وصلت امبارح ولحد هذه اللحظة. بشكركم من كل قلبي. شكرا للصديقة العزيزة جدا جدا الفنانة الجميلة سلاف الفواخرجي، الفنانة الشجاعة الرقية الرائعة، أشكرها جدا جدا. شكرا طبعا أستاذ زهير رمضان، وشرف كبير ليا إن أنا أحصل على عضوية شرفية في نقابة الفنانين السوريين، وأنا بعتبر نفسي واحدة منهم فعلا. شكرا للدكتور مهدي دخل الله، وأنا بأؤكد لحضرتك، حضرتك قلت إن الوحدة بين مصر وسوريا كانت، لكن الوحدة بين الشعوب المصرية السورية موجودة وستظل دائما. وأنا الحقيقة نفسي أوصل من هنا صوتي للدنيا كلها بنداء سلام. عايزة أقول نريد السلام، 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 لا نريد حروب، كفانا حروب، كفانا أيدي الإرهاب. عايزة أقول للإرهاب إيه اللي استفدتوه؟ اللي اخترعوا كلمة الربيع العربي اللي هو الحقيقة الجحيم، الجحيم العربي، يمكن يكون ربيع لأي جهات أخرى ولكنه ليس ربيع أبدا للعرب. احنا المفروض كلنا نكون إيد واحدة، ما نديش فرصة لحد للوقيعة بيننا، لتقسمنا، لوجود فتن، الفتن الطائفية اللي أصبحت موجودة في كل بلادنا العربية، في سوريا، في العراق، في مصر، في تونس، في ليبيا. لماذا؟ الدين ليس شيء جديد نزل علينا في الست سبع سنين الأخيرة. طول عمرنا في مسلم ومسيحي وشيعي وسني وأرثوذكسي وكاثوليكي، كل واحد حر في دينه وفي عقيدته. لكن بنقول لتجار الدين كفاكم تجارة بالدين وتوقفوا عن نزيف الدم. مفيش أي دين سماوي بيسمح بقتل الأبرياء ولا بيسمح بهدم بلادنا وشعوبنا. كفاية ونتحد، وكل بلد أهلها يحطوا إيديهم في إيدين بعض، ولو كلنا، لو كل الوطن العربي اتحدنا مع بعض احنا هنكون قوة كبيرة جدا. لكن طبعا لينا أعداء ويهمهم يفرقونا، لينا أعداء بيستفيدوا من وراء الحروب الداخلية اللي في بلادنا. لو يتعرف حجم الأموال اللي اتصرفت على الأسلحة واللي لسه هتتصرف على إصلاح وإعمار الهدم اللي أصاب بلادنا العربية، لو هذه الأموال اتصرفت على بلادنا كانت حياتنا اختلفت واقتصادنا اختلف واتطورنا اكتر وبقينا احسن واحسن. لينا اعداء ولازم نبقى واعيين لده، ولازم نقف جنب بعض. انا من هنا بقول لكم الشعب المصري بيساند الشعب السوري ومعاكم من كل قلبنا وبنحبكم، وهنيجي نحتفل معاكم ان شاء الله قريبا جدا بانتصار سوريا. بشكركم جدا.
مثله مثل الجندي اللي عم يحارب، فالفنان نفس الشيء يعني.